عندما جئت إلى هذا البلد ظن الجميع بما في ذلك عائلتي بأنني فتاة. زوجة أبي كانت امرأة صارمة ومتدينة، وكانت معاملتها لي مختلفة عن إخوتي، وقد تسبب ذلك في جرح مشاعري. عندما وصلت إلى عمر المراهقة أدركت أني لا أشعر بإنجذاب تجاه الرجال، بل أردت أن أكون واحدا منهم. بعد أن عرفت عائلتي بالأمر طردوني من المنزل. هكذا تركت حياتي بأسرها ورائي، وانتهى بالأمر مشردا في مدينة كبيرة. بينما كنت أحاول أن أعرف من أنا أصبت بالصدمة وحاولت الانتحار مرتين، ثم وجدت مجتمعا يدعمني ورجلا بات بمثابة أب لي بفضل حبهم الحقيقي وتقبلهم لي. أدركت أن هويتي الداخلية يمكن أن تتجسد في الشكل الخارجي أيضا، وأخيرا أصبحت متصالحا مع نفسي. اليوم أشعر أنني حر.